بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنقول لكم هل البلح مفيد للقولون ولا مش مفيد. طبعا حضرتكم البلح مفيد جدا جدا للقولون. هنقول لكم معلومات مهمة ومفيدة لازم تسمعها لأول مرة. طبعا زي ما شايفين ده منظر البلح، طبعا الأخضر، طبعا مفيد جدا جدا للقولون ولا يضره ابدا، بس بشرط واحد ان هو يضره، انك بتاكل بشكل كبير. لازم تاكل البلح بشكل متعدد، لازم تاكل البلح بشكل متعدد ولا شكل كبير ولا شكل تاكل بشكل يعني متوسط. يعني افترضنا ان مثلا في اليوم تاكل بلحتين او ثلاث، ما تكترش عن كده، وثلاثة دي كتير كمان، لان كده هيكتر لك في الوزن. تمام، لكن هو مفيد جدا جدا للقولون بس معدد، يعني تاكل بنظام، فاهمني؟ وبس كده هنا تكون نهاية الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.